برضو المدير الفني طبعا الجديد طبعا كابتن هاني عارف ما نقدرش نحكم على مدير فني مش اقل من 10 مباريات، ولكن بيبقى فيه انطباعات وملامح. الانطباعات والملامح موجوده، الكره الجميله، هو من احنا عارفين ان هو في سان داونز مستر موسيماني بيحب الكره الجميله، يمكن برضو في بصمات واضحه جدا. يمكن مستر فايلر كان بيلعب ضغط متقدم، يعني اما يجي مدير فني ويغير طريقه او اسلوب بتحتاج وقت، تحتاج وقت كبير. ده قدر في وقت قصير جدا يغيرها، بيلعب الكره الجميله طبعا كابتن هاني، بيلعب بيعمل انتشار جيد في الملعب، بيلعب تقريبا يا كابتن هاني المهاجم الصريح بس هو اللي بيبقى قدام التسع لعيبه بيبقوا تحت الكره، يعني في حاجات فنيه كده قدر بتتكلم على الحاله الدفاعيه لما بيكونش معانا الكوره بيبقى مروان لوحده ويبقى تحت الكوره، تقريبا التسعه تحت الكوره. شفنا امبارح وانت برضو تشاركني الراي ان هو كان، يعني كنا بنتكلم قبل المباراه وبسال بعض اللعيبه وبعض النقاد لو فعلا من الممكن انه يبقى في مفاجاه شويه لفريق الوداد ونحن اول 5 دقائق نعمل ضغط عالي من قدام. فيعني البعض قال اه وبعض قال لا، ف ان قفشه يروح على سيرد باك ويضغط عليه في المنطقه ديت، دي تعليمات مدرب اكيد اكيد. ان قفشه بيروح في الجزئيه دي، احنا عارفين قفشه دايما تحت مروان تمام، لكن مروان راح على سيرد باك والكره اتلعبت للسيرد باك الثاني، فقفشه بتعليمات اكيد ودي اتمرنوا عليها انه يضغط على السيرد باك الثاني خلاه يغلط ويحرز هدف، فدي كلها بتبين ان كان في شغل فني اتعمل. اكيد اكيد في طبعا، ما انا بقول لحضرتك يا كابتن هاني في ملامح وانطباعات، احنا مش عايزين نحكم الحكم اللي ممكن ياثر عليه هو بعد كده، احنا ممكن مش عايز نحطه تحت ضغط بالظبط، احنا ممكن نقعد نقول اشعار فيه وكده وبعد كده مثلا نتفاجئ ان في دروب او حاجه نرجع نقول تاني. صحيح. انا بتكلم في الطبيعي ان مش اقل من 10 مباريات عشان احكم على مدرب، ولكن في ملامح وانطباعات جيده جدا جدا، وخصوصا ان احنا عندنا يعني عارفينه من قبل كده، يعني من هو في سان داونز عارفينه بيحب الكره على الارض، الكره البرازيليه، حتى اغلب لاعبي سان داونز كنت تلاقيهم قصير، يعني ما عندوش مشكله في الاطواق. لعيبه مهاريه يعني. لعيبه مهاريه جدا، ما عنده يعني، فبيبدا الهجمه من ورا بيلعب كوره. فاعتقد الانطباع الاولاني عنه او الملامح لشخصيه المدير الفني ظهرت بصوره كبيره جدا. يمكن رابع ماتش ليه، لعب 3 مباريات فقط في الدوري وده الماتش الرابع، فاعتقد يعني حاجه كويسه جدا اللي وصل له ده. وشخصيه النادي الاهلي برضو رجعت معاه تاني، الفوز خارج الملعب وخصوصا في افريقيا.